لا غرابة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تتباين الآراء في قضايا سياسية عديدة، وقرع طبول حرب ربما نووية مع كوريا الشمالية ليست استثناء. وبعد تهديد ترامب الثلاثاء بأن بيونغ يانغ ستقابل بالنار والغضب إذا هددت الولايات المتحدة، رأى بعض المشرعين الأمريكيين أن رد الرئيس يتناسب مع خطورة الوضع لإيقاف تهديد كوريا الشمالية. فما احتمالان لدخول الولايات المتحدة في حرب مع كوريا الشمالية إذا شنوا هجوما على غوام أو على مصالح أمريكية أخرى أو على حلفائنا، أو إذا حاولوا إنتاج صاروخ مزود برأس نووي قادر على ضرب البر الأمريكي. فقد وضع الرئيس ترامب خطا أحمر قائلا إنه لن يسمح أبدا لكوريا الشمالية بامتلاك صاروخ مزود برأس نووي، فهو يسعى إلى إيقاف التهديد وليس احتوائه. بيد أن تصريحات الرئيس في نظر البعض لا تساهم في تهدئة تهديد، يرى نحو 60% من الأمريكيين أنه يمكن احتوائه، في مقابل 39% من الأمريكيين يفضلون الخيار العسكري حسب استطلاع رأي أجرته شبكة CBS الأمريكية. المشكلة فيما قاله الرئيس أمس هو أنه يضع كل التركيز على الولايات المتحدة ونواياها، بينما ينبغي أن ينصب كل التركيز حالياً على كوريا الشمالية ووضع ضغوط عليها حتى نتمكن من الوصول إلى حل سياسي. كما أن تغريدة ترامب بشأن قوة الترسانة النووية الأمريكية وتعبيره عن أمله في ألا يضطر لاستخدامها قوبلت بانتقادات من قبل بعض النواب الديمقراطيين. تغريدته اليوم على تويتر بشأن كوريا الشمالية غير مسؤولة وخطيرة ومزعزعة للاستقرار. ما يفعله ترامب هو تهديد بشأن حرب نووية على كوريا الشمالية، فأي حرب على كوريا الشمالية ستكون كارثية، وتلك ليست الرسالة المناسبة التي نود إيصالها. ودأبت كوريا الشمالية على تجاهل دعوات دولية لوقف برامجها النووية والصاروخية، بل إنها أعربت عن خططها لتطوير صواريخ يمكنها حمل رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.